بالأسبوع الثاني الطباخ سياسي وطبيب حب يشارك أهل البيت عملهم ويعيش اختبار الأعياد بطريقة جديدة. خلونا نشوف شو محضرنا شيف نبيل أولى. عم تحضرون لليوم؟ اليوم عم نحضر أكلة هاي لبنانية معروفة، يعني اسمها داود باشا. فيها لحمة وفيها كل المواد الغذائية اللي لازمة للشخص، وعلى القليلة تيكون الإنسان عم بيأكل روبا إكيليبري، يعني وجبة كاملة مثل اي شخص بكل بلدان العالم. فيها تقريبا لكل شخص 250 جرام لحمه، فيها رز، فيها كل المواد اللي هي اساسيه لاي طبخه. وبعدين عم نعمل سلطه، اللي السلطه هي اساسيه كمان بكل وجبه مشان الهضم. وبعدين في فواكه و الأكل العادية لكل إنسان بيطبخها ببيته، البيوت العادية اللي بيطبخوها لبيته. وبعيداً عن الرسميات والمرافقين والاجتماعات، عاش النايب نبيل أولى اختبار الأرض وواقع عمل المحبة المتواضع. شو شعورك اليوم أنت عم تطبخ هيك للناس المحتاجة؟ لأول مرة بحياتي بحس إنه عم بعمل شيء فيه لذة. لذت أول شيء إنه اللي كانوا يطبخوا لعيالهم، اللي كانوا يساعدوا الناس، اليوم هني كمان بحاجة لناس تساعدهم، وهيدي لذة المساعدة. هاي ما في أي شعور بيتخطى الشعور هيدا. ما بقدر أوصف لك شعوري بالفعل، لأنه كتير مبسوط. مش أنا بس وحدي، كل الستات اللي عم يشتغلوا، كل الأكيب اللي ببيت مريم اللي عم بيساعد بهالشي هذا. وأنا بطلب من كل الناس اللي عم بيسمعونا اليوم انه هالمؤسسه هيدي انها تكبر وتكبر، لحتى اللي بطل في محتاجين على القليله، على المدى الطويل بطل في محتاجين بلبنان، ونصير نحن كلنا سوا نتعامل مع بعضنا كبشر وكانسان مش كفئات. لا شو بتقول اليوم للسياسيين؟ هل بتدعيهم انه شاركوك هالعمل؟ بدعيهم للسياسيين اول شيء بطلوا يجوعوا الناس، لانه اذا في ناس جوعانه لانه في خطا من السياسيين. يفكروا اول شيء انه هن يقعدوا نهار واحد بلا اكل تشوف شو بحسوا، يقعدوا نهار واحد يحسوا بحالهم انه هن بحاجه لاي شيء، ويقولوا لي شو احساسهم. ساعتها ممكن كثير انه نغير نظرتنا لبعضنا كبشر، ونبطل على القليله نبطل انه نعمل اي شيء لحتى لي مثل ما بيقولوا نبطل نساعد الناس. نحن كسياسيين علينا اليوم انه نمنع الجوع اولا، بعدين نشتغل سياسه. خلينا نقدر نمنع الجوع ونمنع الفقر اذا قدرنا، وهذا اهم شيء عمل بنكون عملناه، اهم حتى من الطريق واهم من الجسر واهم من الكهرباء واهم من كل شيء، انه نمنع الفقر. ومرة جديدة من هالبيت المتواضع عم تنطبخ طبخة مش سياسية، ولكن طبخة محبة وإنسانية. داود باشا اليوم مش هو الباشا، فالبشوات بهالعمل هن الناس المسنين اللي رح ياكلوا أكلة البشوات. يعني مع أنه البشوات عادة ما بيبقوا كتير كرمة، ولكن هيدي داود باشا الكريمة معمولة من اللحمة، الفيوند هاشي، يعني لحمة مدى هاشي، ومنقليها، منقلل أول شيء البصلة وبعدين اللحمة، ومنسقطهم مع البندورة، نحط شوية رب البندورة بس لحتى اللي نعطي لون، بس هني أساسا بندورة. وبعدين فيها كل الانجريديون من ملح وبهار وغيره. أكلة بالفعل كتير طيبة، وهلأ أني رح ندوقها قدامك لحتى نتأكد إذا طيبة ولا لا. مثل العادة بعد انتهاء الطبخة زيارة للبيوت ودردشة معهم
هيدا هو بيت مريم يلي على مثال بيت الناصرة، متواضع وخالي من اللوكس وخالي من كتير من الضروريات والمستلزمات، ولكن مليء بالمحبة وبإرادة عمل الخير. هو البيت يلي جمع سيد السماوات بأبناء الأرض. سلامتي. ميرسي يا روحي، طول عمرك. ميرسي بصلاتك بدي صح. طول عمري. انت بدك تقولي شو بدك توجهي كلمه للناس بهالعيد هيدا؟ ينعاد عليهم بالصحة والعافية، الله يوفقهم، الله يديمهم بهالخدمة. وين من هون؟ بنعيد عليكم، طول عمرك وتضلك بصحتك. ان شاء الله العيد الجاي بتكون الوضع افضل من هيك. نايب نبيل، نقولها شو شعورك اليوم بعد ما اختبرت كل هالناس المحتاجه؟ شو فيك تقلنا اليوم؟ يعني بالفعل انا مستحق. مستحي لسببين، مستحي كإنسان ومستحي كرجل مسؤول. إنه هل من الممكن بعد بمجتمعنا اللي عم نشوف في البزخ والطرف إنه يكون في ناس بعد ممكن إنها تكون عايشة بهالشكل هيدا؟ على القليلة ما نفكر لا بفئويتنا ولا بلوننا ولا بطائفتنا، بس نفكر إنه في إنسان بحاجة لإنسان لخيو الإنسان. واليوم بهالأعياد هيدا بتمنى إنه بعد ما تعرضوا هالحلقة هيدا بتمنى على كل اللي عندهم القدرة إنه يساعدوا إنه يتصلوا بهالجمعية هاي أو يتصلوا بأي جمعية اللي كان بالجمعيات يلي بالفعل عم بيعطوا، يتصلوا ويساعدوا، لأنه مش مقبول بقى بالقرن 21 يكون فقط في ناس محتاجين لأقل شيء من مكونات الحياة، من نسيسيتي مثل ما بيقولون للحياة. يعني هذا معيب بحقنا كبشر ومعيب بحقنا كسياسيين. بيت مريم اليوم للحياة الحقيقية بالله عم يسعى تيكون على مستوى الاسم اللي حامله ويجمع الناس بيسوع من خلال مريم وبيتها اللي جمع الرسل وانطلقوا تيأسسوا لكنيسة المسيح. النايب نبيل، نقولها حضرتك نايب بالبرلمان اللبناني، بدنا نشكرك مجددا على فرح الخدمة والعطاء. شو كلمة أخيرة بتحب توجهها بهالمناسبة؟ يعني أولا ما بدي حدا يشكرني لأن هيدا واجب. بالعكس الشكر لكم، لأنه أنتم عم بتضووا على هالموضوع هيدا، وانطلاقا من هاليوم هيدا بدعي كل الفنانين، لأنه بعرف أنه الفنانين لهم دور كتير كبير بعملية تحفيز الناس والوصول إلى الناس. بطلب منهم أنه يعملوا غنية تكون غنية من القلب، يغنوها كلهم وكل واحد على طريقته ومجموعين، لحتى لهالغنية هيدي من خلال فرح الغنية نقدر نجمع التبرعات اللازمة
لحتى لي هالغنية هاي مثل ما عم بتفرح قلوب ناس كتير تقدر كمان تساعد بنفس الوقت غير الفرحة تساعد كمان ناس محتاجين لهالفرحة هيدي. فهون نداء لألون ومن خلالكم انتو انه خلينا نقوم بهالعمل هيدا. وانا بالتصرف مش انا وحده، انا وكل الناس كتير مثلكم، وفي ناس كمان مستعدين انه يقوموا بهالعمل. ان شاء الله هالنداء هيدا يوصل لكل فنانيننا اللي بعرف انه قلبهم كبير بيحبوا العطاء. فقدي نحنا بهلا انا فرحت كبيرة من اول ما يطلع النهار انه ببقى عارف حالي انا اليوم عم بعمل شيء 100% ناجح، اللي هو رح ازرع هالفرحة على وجوه الناس. فغير شعور من كل يوم بكون رايحة على شغلة، على شغلي رح نشتغل عادي، بس هون عن جد شعور كتير حلو. يعني من اول ما بنام بقول ياي بكرة عندي هيك، يعني فريمان بدعي كل انسان يختبر هالشعور الحلو اللي بيبقى عارف انه نتيجته مثل ما قال الدكتور نبيل انه مثمرة 100%. يعني عم نحط هالبسمة الحلوة بهالعيد على وجه هالشخص اللي يسوع قال انا هو كنت، انا الفقير انا المحتاج انا، يعني عن جد الرب مبسوط اليوم. هو البيت اللي عم بيجمع الشبيبة مع البلغين، عم بيجمع الفقراء بالميسورين، وعم بيجمع الناس اللي شردتهم السياسة من الفتن مع بعض تيكونوا على مسافة قريبة من الناس. اختبار شباب بيت مريم شو هو؟ متطوع مع جماعة الحياة الحقيقية بالله وببيت مريم، اللي هي بتقوم عادة كل سبت بطبخ وتوزيع العيال الفقيرة، ولكن هلأ بمناسبة عيد الميلاد عم نجرب قد ما فينا يكون في نكهة للعيد، غير انه نحنا نتطلع بحالنا. يمكن اذا نتطلع بالفقرة قدام محتاجين وهيك منكتفي منصير باللي عنا. انا كتير بفرح وقت اشوف وقت لسه يبتسموا يقولوا لي مرسي، كلهم جايبت لهم تابروير اكله، بس مره بالشهر بقدر ساعد مثلا، بس بيجوا انه بيفرجوني انه انا كثير مهمه لالهم. بحب اساعد الفقراء لانه هن ما عندهم نوال، فحب انه هن يطلع لهم نوال كمان، انه نحن بيطلع لنا 100,000 كادو، فانه وقت نجي نساعد ببيت مريم او بحيالله مطرح اكثر شاريتي، حتى إذا ما بنعمل كتير، هي إنه وقت نجي الله بيقدر يستعمل هيدي الانتنشن ليقدر يساعد غير عالم. تيقوى فعل المحبة ويكون هالبيت المتواجد بمنطقة أنتليس بخدمة المحتاجين والمنتشرين بالجوار لازم له أمور كتيرة، منها ما هو لوجيستي ومستلزمات وتجهيزات مطبخية وغيرها لإقامة بعض المشاريع اللي بتخدم الأطفال والشبيبة. ناقصنا أشياء كتيرة كل سنة، يعني هيك بنطلب مساعدات، يعني بيجينا شوي شوي. مثلا المطبخ بحاجة لتجديد، إذا بتشوفوا طناجرنا صارت كتير قديمة يعني، ونحن مش عم نقدر بالوقت، مش عم يفضل مصاري يعني فريمون عن الأكل لنقدر نجيبها. أنا بحاجة كل شيء للمطبخ، مع عداد بين طناجر بين ملاعق بين هيدول الأشياء اللي بنستعملها. تجي الخزاين مثل ما شايفتيها، يعني نحن مطنشين عليها بس نحن منا رادين. يعني أنا كتير حابة إنه هالبيت اللي هو بيت مريم يكون فريمون بيت كتير حلو يعني. ولكن الأهم من هيدا كله حاجة هالبيت لذوي الإرادات الطيبة تيتطوعوا ويساعدوا بالمطبخ والخدمة، حتى ما يبقى إنسان محروم من لقمة سخنة حتى لو مرة بالأسبوع. We'll be right back.
وقت ما يبقى أهل العيد هن الناس المنسيين يلي مننساهن كل سنة ومنتذكرهن مرة بالسنة. خلونا نخلي أيامهم كل عيد. شو بتقولي للعذراء وليسوع اليوم بهالعيد؟ إلا للعذراء وليسوع يصححوني وإيموني تروح أبقى على القداس، بس مش أكتر، تروح بروح على القداس لأنه أنا بحب كتير روح على القداس ومش عم في روح. هاي بتمنيها من العذراء ومن ابن العذراء. قديه بتحسي إنه اليوم صلاتك وقوتك بالرجع وبالإيمان هن مخلينك اليوم قوية؟ أكيد أكيد، هي العذراء ويسوع مخليني قوية وبيخلوني بصحتي ويخلي العالم كلها اللي بتجي تزورني واللي بفكر فيي وكل واحد. شو بتقول اليوم لبيت مريم؟ بقول لهم الله يكون معهم ويوفقهم ويخلي لهم أولادهم. لحتى نحقق أمنية تيتا حياة، فنحن جينا لهون لعند تيتا حياة لأنه هي الليلة شو أمنيتك بهالعيد؟ شو بتطلبي؟ لنشوف إذا بيت مريم بيقدر يحقق لك هالأمنية. فأمنيتها كانت أنها تقدر تقدس لأنها هي بتحب كتير تقدس وكانت مواظبة على القداس قبل ما تتعرض لهالأكسيدان هيدا. فاليوم نحن مع نور الشباب نشكرهم لحتى نقدر نحقق أمنية تيتا حياة، جايين لعندها لحتى ناخدها سوا على القداس لنقدر نخلي تيتا حياة تتقدس وتحتفل بهالعيد كلنا مثلنا مثل الجميع اللي عم يقدروا يروحوا من كل قلبهم يحتفلوا بهيدا العيد. أيها المسيح حبل الله يا من تجسدت لأجلنا، المجد لك، المجد لك أيها المسيح. أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا، المجد لك، المجد لك أيها المسيح. تحيات خبرينا من بعد ما قدرنا نحقق لك امنيتك بانك تروحي تقدسي، اول شيء قولي لنا انت مبسوطه؟ انا مبسوطه كثير بالكنيسه خدتوني عليها وفرحان كثير، قلبي جوا فرحان خاصه عم تعملوا معي عمل خير والله يقدرني هيك الله يكفيكم، وبتمنى بايدي وبرجلي وبكل شيء تكون علي سنه حلوه وعليكم سنه احلى واحلى، ويسوع يضل بقلوبكم. نور الشباب بقول لهم الله يوفقهم ويكون معهم ويفرح قلوبهم. الواحد يساعد بيختبر شيء
كتير حلو وما بيكون تضحية أم شغل، بيكون هيدا شيء هدية لإلك عم بيعطيها ربنا لإلنا اليوم. قدرت أعمل لها نهار حلو لتيتا حياة، فأنا إنه عم بحس حالي غلط، فإيه وقتها جيت ساعدت إنه I appeased my conscience، يعني إنه خاي عملت شيء وكادو لجيزو، لأنه هي أصلا نوال. شو نوال؟ هي خلقت يسوع، خلق يسوع هيدا عيده. يسوع قال كنت عريان ما لبستوني، كنت عطشان ما سقيتوني، كنت تعبان ما قويتوني، كنت جعان ما طعمتوني. هيك قال يسوع. Hello.